اسمع علي يا معان، اعترف ولا بزرع بصلي بين الحار. بصلي سيدي صلي اسبوعين انا قاعد عندكم قضيها قاعد بعترف ما ضلش ايش احكي عنه. اعترف شو بدك سيدي؟ انا بدي اعترف لك سيدي، الثلجة الازمة اللي صارت فيها انا سببها. سيدي انا طلعت كنت امر الناس واقول لهم طلعوا اولادكم خلوهم يتصوروا بالثلج، حرام بتروح عليهم. بعدين في ناس كنت ادق عليهم واعطيهم مصاري عشان يطلعوا. سيدي كمان عشان المصاري انا المسؤول على المديونية بالبلد، انا اللي بصرف المديونية هاي. بدي ادلل حالي، عندي 4 مكيفات وثلاجة حجمها 77 قدم واظفر. سيدي وضايل اعترف لك. اعترف اعترف لا تخوف علي من الوقت، اعترف بقلك. سيدي على شو قاعد بتخوف؟ ما تخوفتش على شيء. قلت له اصلا سيدي بلاش الكفوف يا سيدي، بدك اجندات؟ سيدي انا عندي اجندات. بدك اجندات؟ هاي اول السنه بلشت وهي اجنده، خذها خذها لك. انا بديش اياها سيدي. شو بدك اعترف لك؟ كبسني سيدي، كبسني هذا بمثل سيدي. سيدي انا بدي اقول لك شو اللي صار. خساره المنتخب انا السبب فيها. امي كل عقلي قاعد بتزانخ، العب باساتك تيكي تاكا تيكي تاكا، ما هم متعودين على الرفعات، قلنا لهم تيكي تاكا خربطوا. بعدين عمي الخلل مش في المدرب، الخلل فيي انا سيدي، فيي انا. لا 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 سيدي انا برجع وبقول الحق على المدرب، الحق على المدرب واضحه، الاداره الفنيه فيها مشكله يعني واضحه. ايوه ايوه ايوه, أيوة. تموتوني اطلعوا اطلعوا. وعد اسي اعترف بين هي ام الاخضر. الاخضر صار لك اسبوعين بتشمط فيه كفوف عشان بدك تعرف مين ام الاخضر. ام الاخضر هي اليوم مهما كان سقف هذه الشعارات السلام عليكم، وهينا رجعنا لكم من أول وجديد بموسم جديد بمكتب جديد بكرت جديد بمدة أطول وأخبار قديمة عشان نعوض 3 أسابيع اللي تأخرناها. خلونا نبلش. أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2014 في جلسة نيابية. لم نكن نتوقع أن يتم التصويت على الساعة 11 بالليل، هي تقريبا كانت الساعة 11 ليلا. على 11 بالليل جلسة نيابية بتبلش على 11 بالليل، هاي اسمها سهرة. مليح ما جبتوا مطرب وطقعتوها صباحي بالمرة. سهرتنا الليلة خدوها صباحي. يا اخي كان خليتوها للصبح، والله الصبح ابرك يا زلمه. بعدين كان اجى عدد نواب اكثر، كل اللي حضر الجلسه 102 من اصل 150 نائب. لا هو العدد 107. 107؟ لا لا عاد 110. انا بقول 112. شو الشغله بس مين بده يزيد؟ العدد بالصوره هم 107. اقول لك بناتنا خليها 105 وخلص، خلص سكر الموضوع. وكان عدد النواب اللي صوتوا لصالح الميزانيه 57 نائب. صالح وكيف صالح؟ أول نقطة 61 نائب صوت مع المشروع مع مشروع الموازنة العامة. يا أخي كيف 61 عضو؟ كيف 61 عضو؟ إذا المجلس نفسه حكى 57 واحد. يا زلمة حتى أنت يا خالدي تعارضني بالأرقام. بعدين هاي ساعات رئيس المجلس عاطف الطراوني بيحكي انهم 57، هسا صحيح 57 واحد عدهم ب 40 ثانية بعرفش كيف، يعني لو بده يعطي كل واحد ثاني بيطلعوا 57 ثانية، بس بيقول لك 57، انتوا ال 61 هاي من وين جبتوها؟ الصورة بتظهر النواب اللي واقفين لحظة التصويت على الموازنة. هو نائب واحد فقط غاب عن الصورة لأنه كان صعب جدا يكون جزء منها اللي هو النائب محمد الخصاوني، يعني ممكن في شخص كان في حالة وقوف يعني مش شرط انه يا سيدي. أنا اسمح لي الملاحظة انه احنا بنحكي هلا لون هذولا 61 نائب عليه 60 نائب عليهم دائرة، وهناك نائب يتحدث تقرير راصد صراحة انه النائب الاخير. انت ابسطني اكثر هيك، انا كنت اتوقع هذول جد طلعوا 61 نائب يا اخي مش 57. يا اخي الاربع نواب هذولا وين راحوا؟ عجكتونا فيهم، وين اختفوا؟ يعني 61 و57 ايا كان القانون مر والقانون مشي. نعم. ليش بندقر على هاي القصص؟ يا
يا عمي الشغلة مو دقارة، بس والله العظيم الواحد بتحز بباله هاي السوالف. أربع نواب، نواب بيمثلوا الشعب، اختفوا فجأة، شفافين مش لاقينهم. بعدين انتوا بتصوتوا على الموازنة، هاي موازنة الدولة لازم تكون دقيقة. هاي كيف لعاد كنتوا تصوتوا على القوانين القديمة؟ كيف؟ أقول لك بدي أدقر ودقارة، وأحسن حل إنه واحد من جوا المجلس هو اللي عدهم. بلا سعادتك لو تعدي لي اياهم مره ثانيه. رفع ايدي اذا سمحتوا. وحجم الموازنه العامه لسنه 2014 8 مليار و96 مليون. لا 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 10 مليارات. يا اخي بعرف بعرف، بس بالاردن احنا في عندنا موازنتين، في الموازنه العامه وموازنه الوحدات الحكوميه اللي منها هيئات حكوميه مثل هيئه مكافحه الفساد. هاي بيجي لها موازنة أبو 2 مليار مع 8 مليار الموجودات قبل بصفوا 10 مليار، إذا مو تشايفني غبي؟ لا عداك العيب. طبعاً هاي السنة قيمة العجز بالموازنة لازم تكون أقل بكثير من السنة الماضية، لأنه قدروا قيمة العجز بالموازنة لسنة 2013 بمليار و300 مليون، وخلصت السنة على قيمة عجز كانت بينما في عام 2013 المنتهية مليار و117. طبعا هاي السنة لازم تطلع قيمة العجز أقل من مليار و117 مليون، لأنه الحكومة رفعت الدعم عن الكهرباء وزادت ضرائب، وهاي الشغلات كلها وفرت مصاري وزادت مصاري الحكومة، وبعد ذلك فرضت ضرائب على المشتقات النفطية. هذا الرفع باعتراف الحكومة أدى إلى زيادة الإيرادات 800 مليون دينار، يخصم من هذا الرقم 210 مليون ما يقدم دعم نقدي للمواطنين، بظل 590 مليون. تم 590. رفعت الحكومة الأردنية أيضا خلال العام الحالي رسوم الاتصالات، وكانت النتيجة 150 مليون دينار، 15 مليون دينار من زيادة رسوم الملابس. معنى ذلك بأن هناك في زيادة 750 مليون دينار. كنا نفترض أن الحكومة ستخفض عجز الموازنة ب 750 مليون دينار، بس عجز هاي السنة 14 مليار و 119 مليار و أعلى العجز في الموازنة، مشروع قانون الموازنة الحالي أعلى من عجز عام 2013. شو بتقول؟ عجز موازنة إيه؟ مال صوتي غريب هو جوا. 2014 أكبر من عجز موازنة 2013؟ وقبل ما يقر الموازنة أكيد كان في كثير جلسات مطولة ونقاشات مطولة في مجلس النواب عشان هذا الموضوع، لأنه موضوع كثير مهم وسنتنا كلها رح تمشي عليه، فأكيد مجلس النواب عمل نقاشات ودراسات في هذا الموضوع وكان الحضور شبه كامل أكيد. لا يا زلمة غيروا هذا الفيديو، شكلكوا جايبين فيديو قبل ما يفتح المجلس، قبل ما يدخل النواب أصلاً أو يوصلوا. لا مش غير الفيديو، مش معقول هذا هو الفيديو. من أهم مشاريع القوانين التي سيناقشها مجلسنا الكريم، أمل من جميع الزملاء الالتزام بالحضور. إذا لم يرغب السادة النواب بإبداء وجهات نظرهم في موازنة الدولة، لا أدري ما هو أهم من هذا المشروع. زملاء الكرام، سنبدأ بافتتاح الجلسة. ايه هذا عن جد الفيديو مظبوط يا اخي. اذا بالموازنة مش موجودين شو كاينين تعملوا انتوا؟ شو كاينين تعملوا بعدين اللي موجودين اصلا في جلسات الموازنة؟ شو سويتوا بالضبط انتوا؟ عن شو حكيتوا؟ شو عملتوا؟ التلفزيون والاثار العامة والسيارات العمومية ورخص سير المركبات نموا من 7 الى 13%. هذا يعني ان بعض القطاعات الحكومية فشلت في تحقيق الاهداف المتوقعة. تسعة وثمانين نائب من أصل 150 حكوا بجلسات مناقشة الموازنة، وتسعة وأربعين بالمية منهم حكوا بمواضيع ولا إلها علاقة بالموازنة، وعشرين بالمية من اللي حكوا أرقام غلط. وفي أحد النواب حب يشارك زملاء النواب بمواهبه تحت قبة البرلمان.
أهلا بكم، مرحبا بكم، والنواب يجمعنا في قبة الشعب والرحمن حامينا. نقنن الرأي، نقنن الرأي في نص ونصدره، نقنن الرأي في نص ونصدره، لآلئ العدل للأوطان نهديها. شو رأيك؟ جميل 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 والله. قول انت بتعرف تخطف كاميرا، بتعرف تشغل الناس، محترف انت هيك، حبيتك. هو بس سؤال بسيط واسفين جدا على التطفل، بس مصاري الميزانيه وين بتروح؟ وين بيصرفوها؟ على ايش بيصرفوها؟ رواتب للناس حقيقه، يعني ما عندهم مشاريع راسماليه، هي رواتب لاردنيين يديروا الدوله الاردنيه ومبرره، هي رواتب، هي الارقام، هي رواتب، السواد الاعظم منها رواتب. هو يعني اصلا هم موظفين موجودين في الوزارات الاخرى، موجود لهم رواتب يعني. طبعا مجلس الاعيان اقر قانون الميزانيه، و64 عين وافقوا على هذا القانون واقروا، بس العين إيميلي نفاع أعلنت عدم رضاها عن هذا القانون. وزي ما بيقول المثل اللي والله العظيم إحنا اخترعناه، عين واحدة ما بترمش، عين واحدة تغمز. كيري، مشروع كيري، أؤكد على أنه لا توجد لغاية الآن أي صيغ أو وثائق مكتوبة تتعلق بالطروحات الأمريكية التي يتم إنتاجها. أسرار، لا أسرار مكتوبة عنه. اختبارات، ليس إلا بالونات اختبار لجسد نبض الشارع الأردني. غموض، و وفي أو في و أو كيري. أكثر من مجرد جبنة، مشروع. قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بمنع دخول شحنة قوامها 250 ألف اسطوانة غاز هندية إلى الأردن، وذلك لمخالفتها لشروط السلامة العامة، وكان هذا في تاريخ 30/10/2013. يعني هاي الشحنة صلها 4 أشهر، ليش بعدكم بتحكوا بسلافتها؟ عن جد إشي غريب. ما هي مؤسسة المواصفات والمقاييس حكت إنها غير مطابقة. فأسطوانة الغاز تم أخذ عينات عند وصولها للميناء العقبة، وفحصت هذه الأسطوانات، كان هناك عدم مطابقة في فحص الحام الائتلافي، الوسط الائتلافي والحام العنق، الحام العنق للأسطوانة، ولذلك هي غير مطابقة. وهذه لا أول شحنة ولا آخر شحنة يا أخي، إذا مش مطابقة فكوا هالسلافة، رجعوها لأصحابها وخذوا مصاريك وخلصونا من هالموضوع. في صار تضارب، صار لغط في النتائج، مرة مشكوك يعني صراحة أنك النتائج اللي بين إيدينا لغاية الآن من قبل اللي تم فحصها هي نتائج زي ما حكينا، الصانع وطرف التفتيش الثالث قال لك هاي خطأ، وبالتالي أنا ما بقدر أقول والله أبني على هذا الكلام. مصفات البترول شككت بالموضوع وقالت مستحيل يا عمي يبيعونا، احنا شحنة خربانة وما بدنا نعتمد الفحص اللي عملته مؤسسة المواصفات والمقاييس، احنا بدنا ناخذ الجرات ونفحصهم بأوروبا. بإرسال عينات من هذه الأسطوانات إلى مختبر أوروبي عالمي معتمد. للأمانة وزير الصناعة والتجارة عندما طرحت عليه الموضوع، وأنه لأنه أنا بعد فحصت بالجمعية العلمية الملكية، أخذت 4 أسطوانات وأرسلتها إلى مختبر التوف في ألمانيا، وأرسلت 4 أسطوانات إلى مختبر الاي بي بي البريطاني، وأكدت هذه المختبرات نتائج التي خرجت من المختبر الجمعية العلمية، وهذا قطع الشك باليقين ولا لا مجال للبحث في مواضيع علمية انتهت موضوعها. ونقطة أول السطر، موضوع الأسطوانات انتهى. يعني هاي الزلمة ما شاء الله عليه ماخذن وفاحصهن بأكثر من مكان، يعني عامل شغله زي ما بدك وزيادة. بعدين يا أخي ليش بكوا تعملوا فيها لجنة؟ ما هي المسؤول عن هاي الشغلة مؤسسة المواصفات والمقاييس، واشتغلت شغلها وحكت إنه الشحنة خربانة، لو إيش بتظلكوا تسولفوا بهالموضوع؟ خلصونا منه عاد. إيه؟ كل ما هنالك، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة. يعني إذا بدنا نعتبر إنه في مشكلة شخصية بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفات البترول، أنا صراحة بستبعد هذا الحكي. في الفترة قبل حوالي شهر أتى 50 ألف أسطوانة، ف
فحصت هذه الاسطوانات ودخلت، وهذه التي تباع الآن في الأسواق، هذه الاسطوانات مطابقة لخمسين ألف لأنه دخلوا أكثر من شحنة قبل، بس هاي الشحنة فيها خلل، يعني مبين الخلل فيها. أي اسطوانة يسمح لها بالدخول للسوق الأردني أنا مسؤول وحاسبوني شخصيا. ولا يهمك يا كبير، روح وإحنا معك على الموت سيدي. أي اسطوانة يسمح لها بالدخول للسوق الأردني أنا مسؤول وحاسبوني شخصيا. يا حبيبي تغناش أنا والله ميت فيك. صرح وزير العمل نضال قطامين: شغلنا الشاغل تشغيل الأردنيين، فكم غين في ذلك؟ آه آه آه، هاي طرفة. وبتكون طرفة ثانية إنه أخو القطامين اشتغل برئاسة الوزراء، وبتكون طرفة ثالثة إنه القطامين ما بيعرف. تعرف؟ أنا بديت عني طيب لأنه أخو. وأحكي لكم طرفة رابعة. عين مستشار مين مكان يكون؟ إذا مالك إذا ما أخو واقف إذا جنبك وسامع كل شيء استنى تا يروح أقل ما فيها. ومديره بحبه. بتعرف يا دولتك ذكرتني بعمتي لما كانت تحكي لي عن ابن منيرة، هذا طلع على دبي وبلش شغله الله يعينه، أول ما بلش سكن مع هنود وكان بيأخذ 2000 درهم، وحتى في شركة فرنسية إجت تحكي معاه بس إخواله قالوا له لا اوعى تروح معهم، ولا كنت بدك تطلع السلم مرة واحدة هيطلع خطوة خطوة، بعدين بكفي مديرك بحبك بكرة بيزبطك. بعدين ما هو كل الأردنيين ساكنين في دبي ومعهم 3 شهادات يا زلمة، شو اللي بتحكوا فيه قاعدين؟ وأكد على ضرورة عقد المؤتمر الوطني التربوي في التعليم بيئة ملائمة للتطرف السياسي والديني. إنني هنا أقرع ناقوس الخطر، فإذا إلى أنه تفاعل بجدية وبالدفاع. معاليك معاليك هاي صحصح معنا معاليك، هاي ثالث مرة، بس بيني وبينكو المرة الثالثة الحق مش عليه لأنه هذا الزلمة شكله حكيه كثير بنعس، أي خلق أنا بدي أجرب أسمعه أشوف شو كان يسولف. بيئة ملائمة للتطرف السياسي والديني. إنني هنا أقرع ناقوس الخطر. مشروعات كمل كمل ساعتك معك بعد مشروعات كمل كمل. التوصل إلى خطة تنموية للمحافظات. نازل على الحنة وما حدا قدام. الأردن يرفض إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من العقبة، هذا خبر بفرح وأخيرا خلصنا منهم ومن كل شيء بدهم يخلصوا. حبيبي مواد حبيبي ويتور ويتور شو تايتانيك قلبت معك؟ حبيبي اشتقت لك أنا حبيبي يا أخي حبيبي يا أخي شو حبيبي إيش حبيبي هدي لي حالك ما في ما مش أنت ليش جيت هسا شو جاي تعمل هون؟ أنا بعرف إنه البعد ببرد القلب بس مش لهالدرجة. شو يا عمي أنا زلمة بريد أنا حر حبيبي اقعد اقعد عامل أنا تسريخة جديدة على السيزون شوف كيف مبلش شعري غرتي لقدام شو هاد شو ماله هاد حبيبي شو جايبني أنت حكيت خبر إسرائيل أبصر إيش أنا جيت على طول أنا هيك هذا بطلناها موسم جديد هذا لا أنا موسم جديد حتى كل فكرات بدي أطلع مرتين لما تحكي يا كبير أنا بدي أطلع من الأخضر عندكم خبيب أوكي أنت هسا ليش زعلان على المطار ايش انت زعلان على المطار كل انا بديش افتحوا مطار احنا مطار قريب من مطاركم بصير انتو طياره تطلع وهنا طياره تطلع هيك ونشوف ما بقى بعدين هذا الطياره هالمطار وين موجود انت زعلان بالقرب من العقبه طيب زعلان انت رحنا على العقبه نجيب للخود السمك اللي قبالك هذا سمك مكتب هذا سمك ها كزاز حط سمك هيك سمك خمور هيك سمك خمور كبير نجيبها خمور 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 شو ماله هذا شو انت شو انت في اشي عندك هون شو في هون بيب رئيس الوزراء عبد الله نسور يثمن منحة خادم الحرمين لتأهيل طريق العمري وقيمة التنفيذ هذه المنحة 139 مليون دولار امريكي طبعا هذا المشروع من 2011 واعلنوا عنه بال 2012 وهسه بده يبلشوا فيه بال 2014 مع العلم انه التنفيذ بده ياخذ سنتين يعني 2016 يعني السلافة أخذت 5 سنين كيف بدك تقنعني إنك بدك تصرف 5 مليارات بخمس سنوات تعات المنحة الخليجية أي إذا طريق لا بده تخطيط ولا بده هالهندسة ولا بده هالقصص بمية وتسعة وثلاثين مليون دولار وقعدت كل هاي المدة فيه 5 مليارات والله شكلهم راح يروح علينا
الخبر الصح مريم فارس، لن أؤمن على جسمي فالروح أغلى. طب أمني ضد الغير، أريح لك بجوز. تأهل النشامة على كأس آسيا في أستراليا بعد فوزه على سنغافورة بنتيجة 3-1 يا كبير.